واهلا وسهلا بيكم في يوم جديد مع عزيزي الفاميلي. النهارده هديه لكل ست ولكل اخت ولكل بنت ولكل ام في العالم كله. دي هديتك النهارده من حبيبك، من ابنك، من جوزك، من خطيبك، من ايا كان يكون. وده اقل حاجه انك تقدمها لمامتك، لاختك، لحبيبتك، لزوجتك. لازم نقدر تعبهم. طبعا انا عارفه ان احنا وقتنا كتير بيكون صعب طول اليوم من هنا لهنا، مش ملحقين شغل، واخر اليوم نبص نلاقي كوم غسيل محتاج مكوى. يا الله نعمل فيه ايه؟ انا قلت اجيب لكم المكوى السحريه. المكوى دي جميله جدا 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 وعمليه، لانها بتوفر لك الوقت والمجهود كمان، وما تخليكيش تشيلي هم المكوى ابدا. فكر ثانيه انك ازاي تريح الناس اللي بتحبها. الاسعار في متناول الجميع، في رخيص وفي غالي. انت بس ابدا بخطوه وفكر ازاي تعمل حاجه تحسس الست اللي معاك ان انت مقدر تعبها، وبتفكر ازاي تحاول انك انت توفر لها مجال من الراحه. لما هي هترتاح اكيد ده هيعم عليك انت اول واحد، ان كانت ماما، ان كانت زوجتك، إن كانت خطيبتك، إن كانت أختك، إن كانت أيا كان يكون. لازم نعترف إن دور المرأة صعب جدا في خلال اليوم بتاعها. بتقوم بمهام كتير جدا، الشغل والبيت والأولاد والزوج والمسؤوليات. فياريت نفكر فيها شوية بحاجة بسيطة، هدية بتوفر لها الوقت وتوفر لها المجهود، وكمان أحلى ما فيها الإحساس إنها تحس ان اللي حواليها حاسين بمجهودها وتعبها وبيفكروا ازاي يعملوا لها ايه. انا قلت النهارده اجيب لكم المكوى دي، عمليه جدا جدا جدا. انت وانت بتكوي بيها اكنها بتكوي لوحدها، ومبتاخدش منك مجهود ولا جهد ولا وقت، هتوفر لك الوقت كتير. طبعا انا مش بعمل دعايه للمكوى، لاني اهو بدليل اني جبت لكم كمان المكنسه الكهربائيه. بنتعب طول اليوم من العفار، واخر اليوم نلاقي نفسنا صدرنا مقفول من العفار والتراب. ابسط شيء ان انت ممكن تجيب لها مكنسه. على فكره يا جماعه، الحاجات دي في متناول الجميع، في الغالي والرخيص والوسط، على قد امكانياتك روح واشتري، دور وهتشتري وهتلاقي. بس انت ابدا بخطوه، بحب، ازرع حب هتجد حب. لازم نحس بتعب الناس اللي حوالينا. المكانس دي جميلة جدا لأنها برضو بتوفر في الوقت والمجهود، وأهم شيء أنها بتحافظ على الصحة. التراب والوباء الأيام دي بقى خطير، ياريت نحاول أن إحنا نريح الناس اللي حوالينا. عيد الأم جاي، يلا يا عم تشطر كده، اوعى تروح بعيد، اوعى تهرب من الفيديو، بص على الفيديو للآخر وفكر في كلامي. يا رب أكون قدمت حاجة حلوة تفيد الكل. مكنسة هتوفر لك وقت ومجهود، وكمان هتريح صدرك من شم التراب وانت بتكنسي البيت وبتنظفيه، كمان بتنظف أكتر من المكنسة العادية. طبعا أنا عارفة الإمكانيات، بس كمان في حجم صغير، في حجم وسط، في حجم كبير، في أنواع مختلفة وعملية جدا جدا. عشان كده أنا جبت لكم عينة متنوعة من كل النوعيات، الصغير والوسط والكبير. بس انت ابدأ وحط الموضوع في دماغك واستشعره بالحب، وده ابسط شيء بنقدمه للناس اللي بتحبنا. افتكر ان ماما تعبت عشانك كتير ولازم النهاردة تريحها. افتكر ان زوجتك بتتعب طول اليوم، وعلى الاقل اقل شيء انها تشعر انك مقدر تعبها. افتكر ان الوقت اللي هي هتوفره هيرجع ليك الحب والامتنان. ازرع حب تجد حب. يا رب اكون فيديو اليوم عجبكم، وياريت تفكروا فيه. بحبكم جدا جدا جدا، وتحية لكل اهل الجزائر على راسي من فوق، حبايب قلبي، وتحية للشعب العربي كله وللعالم اجمعين. بحبكم جدا جدا جدا. يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم، والكل يستعد لعيد الام. عيد الأم جاي، كل سنة وكل أم وكل امرأة في العالم كله طيبة وبخير وسعادة، والحب
مليها من كل الاتجاهات من كل اللي حواليها. ان شاء الله اكون ضيفة خفيفة لطيفة على قلبكم، يا رب يدوم المحبة والمودة بيننا. بتمنى تكتبولي في التعليقات اي شيء، اي شيء محتاجينه اكتبولي في التعليقات وانا اصوره لكم. انتظروا مني الجديد. اقول لكم ايه، بحبكم جدا جدا جدا. اوعوا تنسوني في اللايك والشير وسبسكرايب، ولو عندكم اي ملحوظة او اي تعليق اكتبولي في التعليقات وانا تحت امركم. بكون سعيدة جدا 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 وانا بكتب تعليقاتكم الجميلة. احلى ناس انا اتشرفت بيها وعرفتها. بتمنىكم تكونوا انتظرتوا لاخر الفيديو وتكتبولي التعليق في محتوى الفيديو. واوعوا